هنا في واجهة الطالب تظهر جميع الفصول الدراسية المشترك فيها، وأيضا يستطيع الدخول على هذه الثلاث نقاط ومن ثم التحاق بفصل دراسي ويضع الرمز الذي أعطاه إياه المعلم فقط، ويقوم بالضغط على انضم. أنت بالفعل عضو في هذه المجموعة. الآن سوف أقوم في عرض ملفي الشخصي. عرض الملف الشخصي أستطيع هنا تحديث الصورة، تغييرها، كما أستطيع أيضا أخذها من الملف الخاص بي أو من الشخصيات المتوفرة لدى المنصة التعليمية إدمودو، ومن ثم سيف، وتكونت هنا صورة الملف الشخصي. سوف تظهر الآن هذه الصورة، وأيضا أستطيع التعليق، دخول للفصل الدراسي والتعليق على المعلم والإعجاب. هنا أستطيع الإعجاب، وأيضا هنا أستطيع كتابة تعليق مثلا. مثلا هنا أقوم بكتابة تعليق، وأستطيع الإعجاب أيضا. والآن سوف أقوم بتقديم الاختبار. أستطيع تقديم الاختبار من هنا أو من خلال القادم. في هذه الأيقونة يظهر جميع المستحقات القادمة التي سوف تأتي من واجبات أو اختبارات، أو أستطيع الدخول عليها من هذه من هذا من هذه الأيقونة المخطط. هنا يظهر جميع الواجبات والاختبارات التي سوف في جميع الفصول المستحقة لدي. الآن سوف أقوم بحل الاختبار الثالث، تقديم الاختبار. هنا الاختبار الثالث، التعليمات هنا وعدد الأسئلة وكم النقاط والوقت، وسوف أقوم بالضغط على تقديم الاختبار. هنا بكل سهولة أستطيع الإجابة، أقوم بإجابة على الأسئلة. هذا هو أكمل الفراغ فقمت بإدخاله، وهنا أكتب ردك، أذكر مزايا لغة لا أعلم، ومن ثم الضغط على تالي. من مخزونات بيانات الرقمية أستطيع اختيار أكثر من خيار، وهو هذا وهذا الخيار. هنا صل من العمودين ما يناسبهما، فقط أقوم بالسحب على الإجابة المناسبة لها، ومن ثم التالي. هنا تقديم اختبار القصير، عند الانتهاء منه ثم أضغط على تقديم اختبار القصير. تقديم الاختبار القصير، هل أنت متأكد من أنك تريد تسليم اختبار قصير؟ نعم، إرسال. والآن سوف يرسل هذا الاختبار للمعلم. هنا تم التسليم، وأستطيع مراجعة الاختبار القصير وأرى الأخطاء والأجوبة. هذه إجابات جميعها خاطئة، هنا الإجابة صحيحة، هنا صحيح. عند الإجابة الإجابة الصحيحة يظهر اللون الأخضر، وعند الإجابة الخاطئة يظهر اللون الأحمر.
ومن ثم ومن ثم إغلاق. هنا تظهر الدرجة 5/10، ثم أقوم بالضغط على إغلاق. هذا هو الاختبار. أما بالنسبة للواجب فسوف أقوم بالدخول على هذا الملف وتحميله على الوورد، ومن ثم حله وإرساله للمعلم مرة أخرى. هنا حقيبة الظهر، هذه حقيبة الظهر تشبه مكتبة المعلم. يستطيع تحميل ملف أو مجلد جديد أو وضع رابط أو مستند من الوورد، ورقة عمل أو عرض تقديمي. وأيضا يستطيع هنا حذف أو نسخ أو تنزيله أو يرفق ملاحظة ويرسله. هذه هي طريقة الطالب. هنا تظهر اكتشف، هنا تظهر ألعاب تعليمية، تطبيقات تعليمية وأشياء مفيدة. هذه الرسائل، هنا تظهر رسائل بين الطالب والمعلم أو بين الطالب وزميله. وأخيرا هذه هي الإشعارات، إذا كان في واجب جديد أو اختبار جديد سوف تظهر هنا في هذه الخانة، في هذه الأيقونة الإشعارات. هنا الملف الشخصي وإعدادات الحساب، معلومات الشخصية، هنا رقم الهاتف إذا كان لدي رقم هاتف، اسم مستخدم. هنا الإشعارات، أستطيع هنا تفعيل الإشعارات الذي أريد تفعيله وإلغاء الذي لا أريده. هنا كلمة المرور، أستطيع تغيير كلمة المرور، وأستطيع أيضا هنا معرفة الحسابات المرتبطة. وعند الضغط على خروج قمت بالخروج من هذه من حساب الطالب. الآن سوف أقوم بتسجيل حساب ولي أمر، وهو إدخال إما رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني ثم الرقم ثم كلمة المرور والضغط على إنشاء حساب. أنا لدي حساب بالفعل، فسوف أقوم بالضغط على تسجيل دخول. ثم تظهر هذه الواجهة. هذه هي واجهة أو صفحة ولي الأمر. هنا تظهر جميع الفصول، جميع الفصول اللي يكون مشترك فيها الابن، وأيضا تستطيع إضافة طفل من خلال الضغط على أضف طفلا، ويدخل ولي الأمر الرمز الخاص بالطفل، يكون موجود في حساب الطالب. هنا تظهر جميع المنشورات اللي المعلم يقوم بنشرها. هذه هي الصفحة الرئيسية للولي الأمر، هذه هي الصفحة الرئيسية. وما هو مستحق؟ هذه الأيقونة تظهر جميع الاختبارات والتكاليف الخاصة بالابن، وتظهر أيضا راسل المعلم. هنا أستطيع مراسلة المعلم وسؤاله عن مستوى الابن أو أيا كان. وفي هذه الأيقونة، أيقونة الرسائل، أستطيع أن أرى تظهر الرسائل التي تكون بين المعلم والابن، أي بين المعلم والطالب، وأستطيع مراسلة الأستاذ من خلالها. وأخيرا هنا تظهر الإعدادات كما هو معروف، تستطيع تغيير الاسم الأول، الاسم الثاني، وضع رقم هاتف، وأيضا أضف طالب جديد. أستطيع إضافة، إذا كان لديك أكثر من ابن في المدرسة تستطيع إضافة طالب جديد وإلى آخره. وهنا تستطيع أيضا تغيير كلمة المرور. وفي النهاية نقوم بالخروج عن طريق الضغط على هذه الأيقونة ومن ثم الخروج.